لن اصحابك ازاي؟ خش الخير. تعالى عاو تعالى عاو تعالى عاو تعالى عاو ابويا ماشي اهو. شفت الجون بتاعك فرق ازاي؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستر فروس سبيك انجلش سام تايمز يا سام تايمز. اللقاء الماضي لاست لقاء بين اي ام اند يو انت نو تضحك ما كنتش بتضحك فكل المواقع قالت ليه مش بيضحك فانا قلت لهم هو دي عادته ما بيحبش يضحك الضحك عنده بفلوس فقال لك لا ده هو متخانق مع رئيس النادي حاولت افهمهم ان في مدربين طبعهم هم كده بطبيعتهم ما بيضحكش وبعدين احنا كنا مش بنقول نكت عشان هو يضحك قالوا لي طيب هو ليه قاعد يقول لك نو 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 قلت لهم لانه هو كان بيدي محاضره فانا قلت له كمل فقال لي لا كمل انت فقلت له لا كمل قاعد يقول لي نو كمل انت العلاقه بيني وبين مستر جروس علاقه محترمه جدا عشان بس الناس اللي بيصطادوا في ميه العكره سواء ضحك او ما ضحكش مش هي دي العلاقه علاقه احترام متبادل وانا فاكر ساعتها هما سابوا الكلمه انا قلتها قلت له انت الملك هنا في المستطيل الاخضر وانا الملك بره انا فاكر اللي انا قلته فكل واحد متربص بمستر جروس وعايز يفسد العلاقه اللي بيننا وبينه بقول له لا نادي الزمالك نادي محترم وده راجل مدرب محترم ودرب فرق كبيره ولغايه دلوقتي ما شاء الله الحمد لله احنا ماشيين كويس بفضل ربنا رقم واحد جهاز فني كامل سواء اجانب او مصريين جهاز اداري على اعلى مستوى اللعيبه كلهم رجاله انا قلت قبل كده ان جون اوباما كان مهم جدا انه رجعنا اوباما هيختني النهارده للاسف وجون حميد فين حميد رجعنا بقى خطوه ثانيه اعتقد كان في المغرب ولا في الجزائر في انجولا وبعدين جون كهربا كان وش السعد علينا وكل اللعيبه بقى بلا استثناء رجعنا يعني اللي لعب واللي ما لعبش اللي ما لعبش عايز اشيد بالروح بتاعته وحبه لزملائه لما ربنا كرمنا ببدا طبعا بمدبولي ان شاء الله باذن الله ربنا ما فيش عندي اعاره ليك يا مدبولي ولا بيع انت معانا ان شاء الله باذن الله ببدا بجنش انا كل مره كنت واحد لاعب ينطرد او بياخد انذار كنت بديله عقوبه لا جنش راجل والراجل حكم مجنون وكان عايز يعمل مصيبه من اول دقيقه في الماتش فهو استغل ان محمد عبد الغني اخر تغيير نزل وقال لك بقى ايه ما عادش تغيير اعمل المصيبه طب يعملها مع مين؟ مع الجول تمام؟ طبعا لما يوقف عمر السعيد كل قلوب الزملكاويه وقعت لان ده مش مكانه تخيل واحد محامي قلت له اشتغل دكتور امراض نساء مثلا طب ازاي هيعمل ايه الراجل؟ طبعا لو طارق حامد لا طارق حامد لا هيرفض كهربا ممكن يوافق تمام عمر وقف لكن رجولتكم انتم ما خليتوش ولا كوره وصلت عمر دي الرجوله نكمل بقى كده
عنتر ما لعبش بس حاجه محترمه وواقف جنب زمايله. عبد الله جمعه ده اكتشاف الراجل ده، يعني الراجل ده لو ما خدش اي بطوله في حياته سواء في سويسرا او في انجلترا او في السعوديه يكفي انه اكتشف احسن باك شمال في مصر هو عبد الله جمعه. يعني انا كنت بصراحه شاكك فيه، يعني مش طويل، ده مش مكانه. عبد الله احنا شفناه لما كان يلعب في المصري كان بيلعب قدام، لكن هو اظهر انه لاعب موهوب في اي مكان. طبعا عمر السعيد جايب جون عالمي، الجون اللي انت عملته بدبل كيك ده انت جبته في مين؟ طب يا عم ماشي. وليه دور على فكره في الماتش ده. في ناس يقول لك طب ما عمر ما جابش جوان، عمر كان محطه وقارف العيال اللي 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 موجودين بيهاجموا ما خرم شويه هو الدفاع بتاعهم. طبعا في عمر ولا عمر كماتش كماتش باك يمين شكروا فيه كلهم. حميد طبعا ورساله مني يا حميد ليك ولخالد بوطيب، هذه رسالة للسيد رئيس نادي بركان الغضب أو نهضة البركان، مسميه بركان الغضب على فكرة. زمالك مش الصفاقسي، احنا بنتعامل مع الشعب المغربي منتهى الاحترام منتهى الأدب، وحاكم هذه البلد سواء الملك محمد الخامس أو الملك حسن، أعتقد كان حسن الثاني، بحبه مصر جدا. شعب المغرب ده عاشق لمصر، والمصريين او المصريون عاشقين للمغرب. احنا لعبنا مع فرق مغربيه كتير على فكره، انتوا لعبتوا ماتشين تقريبا في المغرب مع فريقين هناك، حاجه رقم محترم. انا بقول له بنصحه، الحكم اللي انت هتختاره ما اعتقدش ان احمد رئيس الاتحاد او انا بريده او الاتحاد الافريقي المحترم هيوافق على المهزله اللي حصلت مع فريق الصفاقسي. انا بعتبرها مهزله. فريق نهضه البركان فريق كبير، فريق عظيم، عنده لعيبه على اعلى مستوى، تمام، مش محتاج حد يساعده. لكن حضرتك لما يبقى ليك مكالمه بتقول احنا هنكسب الفريق التونسي اللي هو الصفاقسي، وبعدين لو لعبنا فريق التونسي الثاني النجم او الفريق المصري هنكسبه، ما اعتقدش ده مع اولاد الزمالك. فحضرتك لما يندرب جرس انذار حريق الساعه 5 الفجر على لعيبه الصفاقسي عشان يوم مزعورين، ما اعتقدش دي اخلاق المغاربه. المغاربه اخلاقهم عاليه جدا 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 جدا. فانا بقول لك منتهى الاحترام والادب، ايه اللي هتعمله هناك هنعمله هنا في مصر. هتحترم ولادنا، هتحترم جهازنا، هتحترم مصر، هنشيل لعيبتك هنا فوق دماغنا. والله هيشوفوا اللي عمرهم ما شافوه من كرم ضيافه وحب، لان احنا بنحب الشعب المغربي. انما هنشغل جرز ونعمل الحركات الصغيره دي التي لا تليق ببلد عظيمه هي المغرب. وبعدين انت عندك هنا اثنين سفراء لبلدك، حميد حاجه راقيه محترمه جدا كلاعب وكاخلاق، وخالد بوطيب حاجه محترمه جدا كلاعب وكاخلاق. حميد طبعا هداف افريقيا، كان جايب واحد من الشارع، وخالد بوطيب اللي هو اظهره بيلعب احتياطي ليه او ما بيلعبش، هو بيلعب اساسي. فاذا كنا احنا بنتعامل مع اولاد المغرب بمنتهى الادب والاحترام والحب، نعتبرهم دي بلدهم مش الثانيه، لا الاولى مقرر. نتمنى يا اخي فوزي لما اولادنا يجوا المغرب يتعاملوا معامله تليق بمصر وتليق بنادي الزمالك، عشان لما اولادك يجوا عندي هنا نشيلهم فوق دماغنا، لان المعامله هتبقى بالمثل. انا واضح، ومصر كلها العالم العربي، وانت عارف احنا اتكلمنا قبل كده كذا مره، لا حتى لما استاذنتك في خالد بوطيب انه يعني يبقى يحصل للمنتخب المغربي. اوعى تفسد العلاقات المصريه المغربيه فوزي، اوعى تفسد العلاقه بين الزمالك والفرقه المغربيه فوزي، ده تحذير ما فيهوش هزار. ولادك هيجوا فوق دماغنا، اهلا بيهم. اي عدد من الجمهور المغربي، احنا عندنا جاليه مغربيه هنا كبيره على فكره، اهلا بيهم، وهيخشوا بجواز السفر من غير تذاكر ايا كان عددهم، هيستقبلوا احسن استقبال، لان دي المغرب الحبيبه لينا احنا. طبعا بكمل طبعا حميد ما شاء الله، الونش ما شاء الله ما شاء الله، مش عايز احسده حاجه، جميله وراقيه وراقيه. محمد عبد السلام
محمد ابراهيم رجع ما شاء الله، قلت لك محمد اصبر وشيل الكلام من ودانك هتلاقي نفسك ما شاء الله. ايمن برضو حضرتك معانا يا ايمن، مفيش محدش في المجموعه دي ماشي، ايمن انت معانا وليك دور ان شاء الله. واحنا قلنا قبل كده احنا عندنا دوري وكاس وسوبر هيتلعب في اول الموسم وكونفدراليه، ما هي طبعا باك شمال محترم بيلعب بيغيب يرجع يلعب راجل محمود علاء، بس مش عارف عنده عقب تهديف اليومين دول تقريبا، حد بص لك يا محمود حسدت حسدت والله طيب ماشي. محمد عبد الغني برضو يغيب ويلعب كانه مثلا كان بيلعب امبارح. محمود مش كده؟ طبعا حدث عن طارق، يعني بصراحه حاجه محترمه جدا جدا جدا، راجل في الملعب، وانت محتاج دايما في الملعب قائد، تمام؟ قائد ادي مش قائد يعني هو الرئيس بتاعهم، يعني مثلا محمد ابراهيم قائد، حازم امام قائد، طارق قائد، كهربا في الملعب بيوجه زملائه، كهربا طبعا جون بتاع البوسه اللي من بقه دي شوف عمل ايه، الحمد لله. محمد حسن محمد ما بيقلش عن محمود عبد العزيز، ما بيقلش عن طارق حامد. على فكره يا جماعه احنا عارفين قدر كل لاعب فيكم، كل اللعيبه عارفين قدرهم، بس هو الراجل ده مش ممكن هيلاعب في الماتش 30 لاعب، تمام؟ ومحتاجين لعيبه، احنا محتاجين يعني. شوف لما خالد مثلا لقينا عمر جاهز، لما الونش اصيب لقينا محمد عبد السلام، محمد عبد الغني جاهز، يعني دايما محمد اوباما مثلا لما بيتغير بيلاقي محمد ابراهيم جاهز، هذول كلكم مستوى واحد. طبعا عماد احنا معتمدين على الله عليك عماد. عماد انت محتاج تمرين مني انا، تمام؟ راجل وحش بالله، تمام؟ يعني عايزين وحش. محمود عبد العزيز طبعا ما شاء الله بتنزل يا محمود بتسد جامد راجل، وده عشمنا فيك لانك انت لاعب موهوب، سواء كنت في الاسماعيلي موهوب، سواء كنت في سموحه موهوب. طبعا زيزو الصغير برضو، يعني حتى الناس بتقول لك زيزو ده كان مثلا بيلعب في الزمالك بقاله 20 سنه، لا، لان هو راجل ومتاقلم وربنا يوفقه ان شاء الله. خالد مطيب اتمنى يكون الاصابه اللي فيه راحت. خالد احنا بنثق فيك ثقه تامه. خالد انت لاعب حريف، واحنا عارفين قدرك كويس جدا، قدرك على مستوى افريقيا، قدرك على مستوى في الفريق المغربي، قدرك في نادي الزمالك. على فكرة في لاعب اسمه فلافيو جه النادي الاهلي قعد متوشة كتيرة سنة، انت ما شاء الله لغاية دلوقتي جاب مش 4 أو 5 تجوان على ما اتذكر يعني. فما تبصش للمواقع وبعض الاعداء اللي بيحاولوا يحبطوك، انت احنا عارفين قدرك وعارفين جايبينك من تركيا وعارفينك انت لاعب متميز وعارفينك انت اساسي في منتخب بلدك. حازم امام ما شاء الله باك يمين، لما بتقول له فين حمد المكتاب صحيح؟ طبعا حد قده لا تشاتم شتيمه. طبعا حازم امام ما بيقلش عن حمدي المكتاب. فين عنتر؟ عنتر طبعا، انا قلت عنتر. مين اللي غايب تاني هنا؟ غايب حمد المقاز وفرجاني. طبعا بشكره جدا 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 على الروح المحترمه اللي استقبل بيها نادي الزمالك، وقف معاك ودعمكم. وفي النهايه مصطفى فتحي ان شاء الله اعتقد خلاص فاضل له 2 أسبوع 3 وربنا يوفقه وينزل يبتدي ينزل. بشكر الجهاز طبعا مستر جروس، سواء ضحك او ما ضحكش، سواء ابتسم او ما ابتسمش، احنا ما بنحاسبش الجهاز الفني على الابتسامات والضحكات، احنا بنحاسبه على النتائج. بنشكر طبعا ايمن عبد العزيز مساعد، نشكر امير عزمي مساعد، بنشكر الاجانب انا ما اعرفش يعني ممكن اكون في اسمائهم، نشكرهم طبعا سواء مدرب او محلل او مدرب المساعد. بنشكر بقى جهاز المعاون، بنشكر طبعا الدكتور، بنشكر المترجم اللي مع مدير مستر جروس في كل مكان، بنشكر الدكتور. فين الدكتور اسامه؟ فين؟ بيتعالج؟ طيب ماشي. بنشكر محمد عيد، احمد زاهر، محمد بتاع فلوس، محمد بدر، مش كده؟ مين تاني يا مساند؟ طبعا بنشكر كابتن اسماعيل يوسف، بنشكر امير مرتضى،
احمد مرتضى. احمد مرتضى هو صاحبهم كلهم، هو على فكره احمد هو اللي متعاقد مع معظم اللعيبه دي. تمام. وفي النهايه شوفوا يا جماعه، زي ما قلت لكم قبل كده، انا من النوع اللي بتفائل الحمد لله. الكونفدراليه فاضي فيها 90 دقيقه، و90 دقيقه يبقى 180. 90 دقيقه اللي رايحين هنجيب طياره خاصه وفندق محترم، احنا عاملين حساباتنا يعني في القصه بتاعت المغرب دي عشان ما يحصلش اللي حصل مع الصفاقسي. تمام. وانا بقول تاني يا استاذ فوزي، من فضل حضرتك، احنا بنحب شعب المغرب، والله بنحب شعب المغرب. خلاص. وانا بسمع عبد الوهاب الدكالي وبسمع سميره سعيد، بسمعهم كلهم والله، دول يعني حاجه راقيه وجميله جدا. وجلاله الملك الحسن على فكره الله يرحمه هو اللي عالج عبد الحليم حافظ على حسابه اللي هو نجم مصر الاول في الطرب. تمام. فاحنا عارفين المغرب وعشقها حكام وشعب المصري. من فضلك لا تسيء للعلاقات المصريه المغربيه، من فضلك لا تسيء لعلاقات الزمالك بكل الانديه المغربيه اللي انا قابلت كل رؤساء والحمد لله كلهم في منتهى الادب والاحترام. واهلا بيكم في الماتش الثاني هنا وفي الشوط الثاني في مصر. كويس. انتوا فاضل لكم 180 دقيقه وتشيلوا الكاس. احنا ما تاخرناش بامر الله، احنا ما تاخرناش عليكم في اي حاجه. النادي الوحيد اللي كل المتوشه في افريقيا جاب طياره خاصه، مظبوط، عشان تبقوا انتم مستريحين. مكافآت محترمه، ما اعرفش انصرفت ولا لا، انا اديت تعليمات النهارده بقى يا ريس، هتصرفوا النهارده قبل ما تروحوا. مش محمد بدري موجود؟ هتصرفوا كلكم. كل الناس اللي لعب واللي ما لعبش، واللي سافر واللي ما سافرش، كل الناس عشان صغيرين طبعا، كله هيصرف. Sorry. No, I haven't heard if the staff is also taking the bonus. Golo. هذا الرجل لا يبتسم الا فرحت له الفلوس. شفت بقى الناس الحاجة اهو ابتسم وفي قمه سعادته. كله هيصرف، جهاز فني، جهاز طبي، جهاز اداري، لعيبه، زي ما وعدت انا بالظبط. انا الولاد محمد هيصرف دلوقتي، انا مستني بس امير مرتضى يجي ونسق مع محمد ويصرف الفلوس دلوقتي، يعني ما حدش هيروح الا هو صارف الفلوس ان شاء الله. يبقى احنا عندنا الكونفدراليه ان شاء الله باذن الله النهائي هنا، وان شاء الله باذن الله كباتن نادي الزمالك حازم محمد ابراهيم وكلكم هتفرحوا بالكاس ان شاء الله. وده هذا الجيل اللي بيلعب دلوقتي ان شاء الله لو ربنا كرمنا هيبقى اول فريق في نادي الزمالك يحصل على الكونفدراليه، يعني يبقى انتوا كده دخلتوا التاريخ. وتالي انتوا شفتوا كلكم الفيلم التسجيلي اللي احنا عملناه، بتالي شفتوه طبعا، كنتوا مسافرين وشفتوه طبعا كلكم. رايك؟ ايه رايك؟ كل الصور اللي ده من اخراجي، ده اعدادي واخراجي. تمام. نمسك بقى بعد كده عندنا الدوري العام. انا امير النهارده بيكلمني على تاجيل الماتش، انا عايزكم تركزوا في الملعب، مالكوش دعوه بالتاجيل. التاجيل دي قضيت انا، مش قضيتكم انتم. انت كل تركيزك ازاي تكسب باذن الله وربنا يوفقك. تاجيل الماتش ده دي قضيتي خلاص. انا كان في مكالمه مع احمد رئيس الاتحاد الافريقي من 3 ايام، وثلاث مكالمات مع هاني ابو ريده، فمشكله التاجيل ده بس الاول نخلص الماتشين الاولين بالسلامه ان شاء الله، وبعدين نتكلم في الماتش الثالث، لانه لا يعقل. واقول لجماهير الزمالك من فضلكم خلونا نتصرف بهدوء، مع ان يعني واحد شاتم عامر حسين ما تشتموش، هو لغايه النهارده انت عندك 3 ماتش، العب بس انت الماتشين الاولانيين. تمام. انت عندك ماتش يوم 15 مع الانتاج، والمفروض ماتش يوم 19 اللي هو هتسافر فيه. ليس بالعقل ولا المنطق ان اتحاد الكوره ولجنه المسابقات تعمل الماتشين في 4 ايام، فممكن نهدى احنا كده ونركز احنا في شغلنا. وانا بقول لكم على مسؤوليتي، ماتش الانتاج ان شاء الله بامر الله باذن الله بالتفاهم مع اتحاد الكوره ولجنه المسابقات هيتاجل، لان انتوا رايحين تمثلوا مصر. تمام. وبعدين المباراه النهائيه دي لو ربنا كرمكم، المباراه النهائيه دي هنعزم السيد الرئيس افتتاح السيسي يحضرها، لان دي اول بطوله تبقى في مصر في عهده. تمام. ودي تبقى بشره خير للبطوله الافريقيه اللي هتبقى بعد شهر ان شاء الله. فعايزكم انتوا تهدوا كده، ده بالنسبه للبطوله بتاعت افريقيا.
الدوري الاهلي سبق بنقطه خلاص. قلت لكم يا جماعه ان شاء الله باذن الله والله هتاخدوا الدوري السنه دي باذن الله. زي ما قلت لكم عن الكونفدراليه واحنا كنا الرابع لو تفتكروا مجموعه وربنا كرمنا لغايه ما وصلنا النهائي المحطه النهائيه. بس الدوري ده محطات. انت هتلاعب وادي دجله الخميس وبعدين ان شاء الله هتلاعب الداخليه وهنريح لبعد البطوله الافريقيه. بعد البطوله الافريقيه هيبقى معسكر استشفاء واعداد من اول وجديد تاني واللعيبه تبقى مشتاقه يبقى عندنا ماتش الانتاج والاسماعيلي وحرس الحدود وجونه والاهلي في اخر ماتش. تمام؟ اكسب متوشتك ما تبصش للاهلي. لانك ان شاء الله باذن الله انت بقالك 3 4 سنين بتاخد من الاهلي بطولات مش بتكسبه بس. يعني انت بقالك 4 سنين دلوقتي بتكسب الاهلي في بطوله. تمام؟ هيبقى فاضل عندنا كاس مصر، عندنا ماتش مع المقاصه ربنا يوفقكم ان شاء الله فيه وهتلاعب الاتحاد الاسكندري. كسبت وصلت ايه؟ للنهائي. والزمالك في الكاس بامر الله لما بيوصل للنهائي ربنا بيكرمه هيبقى سادس او سابع كاس في عهدنا الحمد لله. تمام؟ فشدوا حيلكم وركز في الماتشين اللي جايين مهمين جدا. انسى بقى الكونفدراليه دلوقتي وانسى المغرب وركز في وادي دجله وبعدين ركز في الداخليه. خلصنا هيبقى قدامنا من ماتش الداخليه يوم 12 ولا 12 هيبقى عندك من 12 ل 19 سبع ايام اللي هو ماتش المغرب. تريح فيه وتبقى تمام التمام ومركز فيه والراجل بقى يقعد يفكر كده واحده واحده ولو هو عايز اي مساعده في التشكيل ولا التغيير يبقى يقول لي وانا بقول ما تقولوش دي عشان بيصدق اوكي ما تقولوش دي عشان بيصدق اهو. كل سنه طيبين رمضان كريم كلكم رجاله كتيبه رجاله ان شاء الله باذن الله تفرحوا جماهير الزمالك اللي بالملايين وهذا الجيل زود شعبيه الزمالك على فكره. الولاد الصغيره هم ليه بيشجعوا ريال مدريد وبرشلونه عن بقيه الانديه اللي في اسبانيا؟ ليه بيشجعوا مثلا ليفربول في انجلترا؟ لانه كل ما بيشوفوا فريق بيكسب الاطفال الصغيره الجيل ده كله بيحب المكسب بيحب الانتصار. انتوا ربنا كرمكم وموفقكم. كل سنه طيبين رمضان كريم وان شاء الله باذن الله ان شاء الله قبل ما تسافروا بيوم هقابلكم باذن الله وربنا يوفقكم. وزي ما قلت لكم البطولات دي رزق من عند ربنا. اعمل اللي عليك اسعى واخلص واجتهد وربنا رايد الرزق يجي لك بالحلال هيجي لك. هات الحنفي هات عاشور هات جهاد جريشه تمام برضه هترزق بس بيهم. لكن هتيجي في يوم من الايام تنكشف. وزي ما قلت قبل كده الحمد لله ربنا كرمنا السنه دي بطوله الدوري في اليد سوبر اليد افريقيا يد دوري السله دوري الكروكيه وان شاء الله تحققوا الثلاثيه باذن الله ان شاء الله باذن الله وخليه هو الملكيه الفكريه وخلينا احنا البطولات والدروع والكاس ان شاء الله.